أنا خايفة أفضل لوحدي زي قرد قطع بين أربع حيطان. ألف مبروك. أنا منين؟ أنا خدت العروسة. أكيد ما تعرفنيش أوف كورس. أصل أنا عايش في محلة شغال في بنك النجم بس خلاص نقلت في القاهرة. والأنسة اسمها إيه؟ زيد. والله هدى قالت لي بس يعني هو مالوش غير زيد ده؟ ده اسم صعب أوي بس اسم حلو. أوف كورس يا فندم أوف كورس.